وهل يجوز أن يكون بين الخطيبين كلام ليتعرف كل منهما على الآخر؟ المكالمة بين الخطيبين جائزة، وقد تحصل بالتليفون أو المراسلة. وأنبه إلى عدم التجاوز في الكلام أو الخطابات، فإن كل كلمة منهما سيزنها الآخر بميزان دقيق قد يستغله في المستقبل إن تم الزواج أو لم يتم، لأنه إن لم يتم كان في يد كل منهما مستند لفسخ الخطبة، وإن تم ربما يستغلها كل واحد ضد الآخر في أنه تجاوز عن غلطه ولولا تسامحه ما تم الزواج، أو في طلب ما يريده ولو كان يرهقه. إن الصراحة مطلوبة في كل مجال، لأن فيها الحق، والحق قوي ثابت، ومن ورائه الخير كله. وأنبه أهل كل من الخطيبين أن يراقبا تصرفات الفتى والفتاة، وليس في هذا تجسس مذموم، بل هو إجراء لمنع الشر، ومعونة على إتمام المشروع على وجه يفيده ويفيد الخطيبين ويفيد الأسرتين ويفيد المجتمع. والله أعلم.